يعني تقريبا عندك 25 سنة، قول لي طموحك. طيب الفترة الجاية نفسك تكون فين؟ نفسي اول حاجة بس اصعد الانتاج الحربي للممتاز، ونفسي ارجع النادي الاهلي تاني. ده طموحي وده حلمي، ان انا ارجع النادي الاهلي تاني. شايف ان نفسك فعلا النادي بعيد؟ الاهلي، لا خالص بالعكس مش بعيد، انا سني صغير ولسه قدامي، وان شاء الله انا واثق. لا شايف نفسك بعيد مستوى فنيا يعني؟ لا من عن النادي الاهلي، لا خلاص دلوقتي بقيت مصنف نفسك انه تمام. اللي هو حتى انت لما بتلعبي او بتلعبي في اي حته، يعني انا يعني لما رحت طنطا الناس كلها السبوت عليك، ده لعيب النادي الاهلي. انا كنت عارفينك. بشوف كده بعيني، عارفينك، وكنت بسمع كده ده لعيب النادي الاهلي، ده ليه كاتيجري خاص لوحده، فاهماني؟ بغض النظر عن اللعيبه التانيه، بس لا ده جاي من النادي الاهلي، ده كان بيلعب في الاهلي، فدي اصلا دي بتدي الانديه اللي هو لا ده اللعيب ده خلوا بالكم منه، انت فاهماني؟ فاللي هو لا الاهلي ان شاء الله زي ما قلت لك كده، احاول اصعد الانتاج الحربي. والنادي هنا نادي كويس جدا، ومؤسسه طبعا كبيره جدا، وامكانيات على اعلى مستوى. ان شاء الله نصعد، واحاول واجتهد ان انا ارجع النادي الاهلي تاني، ان خلي بالك مش من السهل ان انت تخش النادي الاهلي. طبعا في ناس انا شفتها والله العظيم ثلاثة بتتمنى تمشي جنب السور. طبعاً. وانا يعني انا حسيت بالنعمة اللي انا كنت فيها لما مشيت. كلهم بيحسوا لما مشيت بالنعمة. خلي بالك في كباتن كانوا بيقولوا لي يا ابني ده انت لما تمشي من النادي الاهلي هتحس. انا فعلا معايا واحد هنا كان في النادي الاهلي، محمد عصام الغندور، بقول له بص ولا يوم من الايام النادي، يقول لي يا ابني بص النادي يا ريتنا كنا قاعدين في النادي. لا النادي الاهلي حاجة تانية، حياة تانية يا جماعة. تمشي حتى في الشارع وانت سنك صغير وما طلعتش الدرجه الاولى، في ناس عارفاك. يعني في ناس عارفاك. فاللي هو لا النادي الاهلي مختلف عن اي نادي تاني. ندخل بقى شويه في رمضان.